إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فشوفوا معنا هذا المشهد الصارم لسوق الطوالع، فكل أحجار وكل أزبال وكل حفاري. الصورة أمامكم، شوفوا معي الأحجار كبيرة اللي كاينة في قلب هاد السوق مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة واضحة أمامكم، خطير جدا وغريب كيف ما ذكرت، أحجار كبيرة وكثيرة كاينة في قلب السوق. فوق كله عامر أزبال وأحجار. المشهد أمامكم صادم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. شوفوا الأحجار قداش غريب جدا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. شوفوا شحال ديال الأحجار والحجر قداش، شوفوا هاد الحجرة قداش مشاهدينا الكرام اللي كاينة في قلب سوق الطوالع. ماشي حجرة واحدة ولا جوج، حيث العديد من الأحجار الحفاري. أيضا شوفوا معايا الجهة، حفاري قداش، شوفوا الحفاري قداش في المدخل الرئيسي ديال السوق. شوفوا الحفاري قداش مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. مشهد صراحة صادم وغريب جدا، منظر غريب، منظر صراحة ضعف البنية التحتية ديال هذا السوق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. مشهد صادم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. السوق كله عامر بالأحجار والحفاري الكبار والأزبال. صراحة مشاهد صادمة وغريبة جدا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صراحة مشهد صادم مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم. فهذه الحالة الكارثية ديال السوق، شوفوا معايا الأحجار قداش اللي كاينة بقلب سوق الطوالع، كله عامر أزبال كيف ما كتشوفوا، غريب جدا وأحجار. شوفوا المشهد كيف داير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صراحة غريب جدا هذا المنظر، غريب وعجيب، منظر خطير جدا. فالسوق كله عامر حفاري وعامر بالأحجار، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام من المسؤول عن ضعف البنية التحتية للسوق الكرام. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب سوق الطوالع. شوفوا الأحجار اللي كاينة، فغريب جدا مشاهدينا الكرام هذا المشهد، أحجار كثيرة وأزبال كثيرة من قلب سوق الطوالع مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب سوق الطوالع. مشهد صادم في السوق، كله عامر بالاحجار
والأسبال وأوراق الأشجار والحفاري. الصورة أمامكم غنية عن تاريخ، شوفوا الحجر كداش اللي كاين في الصور محشومة وعيب وعار. مشاهدينا الكرام شوفوا هذه المشاهد التي تسيء إلى سمعة هذا السوق اللي عنده واحد تاريخ كبير وكبير، السوق قديم كيجيو له الناس من كل المناطق. مشاهدينا الكرام إذا الصورة واضحة أمامكم، أتمنوا يا رب ما نبقاو نشوفوا هذه الأشياء التي تسيء إلى سمعة هذه المنطقة الجميلة واللي جات واحد الموقع استراتيجي. نتمنوا يا رب يتقاد السوق لأنه عنده تاريخ كبير وعنده ناس وكيجيو له من كل الأماكن. مشاهدينا الكرام الصورة واضحة أمامكم، أتمنوا يا رب يتم إصلاح السوق أقرب وقت. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. نهاية أسبوع موفق للجميع.